طيب هيجي ويجز وبقيه الزملاء اللي ما جوش النقابه لحد دلوقتي هيقولوا لك يا استاذ مصطفى احنا ملناش دعوه بالفانز، الجمهور بتاعنا بيقول ايه، انت ليك عندنا تصريحاتنا. فانا هيجي الاستاذ مصطفى انا هرد بالنيابه عنك، طب تعالوا النقابه عشان نعمل الاتفاق بتاعنا علشان نقر علشان نقرا الفاتحه زي ما بيتقال. هل تمت مخاطبتهم اكتر من مره وهم عندهم اصرار ان هم ما يجوش؟ يعني بيتجاهلوا هذه المخاطبات ولا أيوة بيردوا بالرفض؟ ايوه يا استاذ يوسف بيتجاهلوا. ايوه يا استاذ يوسف. طب ده شيء مؤسف جدا. اذا ايوه يا استاذ يوسف، ومدير اعماله كلمني انا شخصيا في يوم من الايام وقال لي استاذ مصطفى معلش اصل احنا مسافرين اول ما نرجع من السفر. قلت له اتفضل. ما جاش فما اهتمتش، مش هكذب عليك يعني برضه مش هقول لك هتحايل عليك، ما اهتمتش. فوجئت من يومين كده، بيتي ودنيتي وحياتي وشتيمه وسب وقصف ودنيا من شباب اصغر من ابني يعني. للاسف احنا ما دخلناش ندير الكيانات دي، كيانات خدميه مجانيه من المفترض، ماليش دعوه باي حد بيخش فيها ينتفع او يتربح، لكن انا بكلمك عن نفسي ويسال عني كل زمايلي سواء جوه المجلس او موظفين النقابه او النقابات الفرعيه. ده معروف ومشهور، راجل شريف وراجل محترم وراجل يحرم عليه الجنيه بتاع الناس. ما ينفعش بقى الاقي نفسي كل يوم عمال اتشتم ونقابه واصل ما فيش نقابه والنقابه مش عارف تعمل ايه والنقابه واصل النقابه. لما رديت يا جماعه انا ما طلعتش بيان، ده احنا خلصنا كده مع حضرتك الجزء العام نخش في الخاص. يلا. بتاع كاس العالم. قبل ما اخش على الخاص معلش اسمح لي اقول لك على جزئيه في العام كده. هي دعابه ما هياش اكتر من دعابه يعني. لما دخل عفروت ودخل مروان موسى والشباب دي وقعدت معايا وقعدنا قعده كبيره واقنعتهم بان حتى اللي انتوا بتشتغلوا عليه ده ما تقوليش اشتغل بالفلاشه، لان انت شغال على تراك ميوزك، انت في النهايه شغال على الميوزك. الميوزك ده مضمونه ومحتواه فيه درمز وفي بركشن وفي جيتار وفي ليد جيتار وفي ادوات موسيقيه. يا عمي اعمل لي خمسه سته، لان انا يا استاذ يوسف برضه مؤمن بحاجه. معلش انا راجل ابن الدوله دي وبحب الدوله دي وراجل واعي شويتين زياده الحمد لله رب العالمين. فكل اله مستحدثه في حياتنا لها ايجابيات ولها سلبيات. طبعا زي الاله الزراعيه ممكن تلم لك المحصول كله في خمس ساعات اللي كان بيلمه المزارعين في ثلاث ايام. صحيح. هي فادتنا واضرت في امن الناس. وارد. من المزارعين انا يعز علي فتره ادارتي للنقابه ان اكون بايدي انا وبقراراتي انا بضر عنصر بشري هو العنصر الموسيقي. الموسيقيين النهارده لو طلعت الفلاشه يبقى بكره عمرو دياب يقول لك بناقص فرقتي، يبقى بكره محمد فؤاد يقول لك بناقص فرقتي، يبقى بكره ايهاب توفيق يقول لك بناقص فرقتي، يبقى بكره مدحت صالح يقول لك بناقص فرقتي. انا نفسي كمصطفى كامل لما كنت صرحت بده يبقى انا بكره ما اجيبش ال 38 عازف اللي معايا اللي بيسترزقوا ومهنتهم واكل عيشهم هي المزيكا. ايوه. فانا حفاظا مني استحدث زي ما تستحدث. لكن معلش العنصر البشري المسؤول مني اللي تحت رقبتي، الامانات اللي ربنا عرضها على الجبال ورفضتها وانا قبلتها عشان انا ظلوم كفار، معلش انا مضطر احافظ عليها. لازم تحافظ عليها. انا حافظ على ادوات، لازم طبعا طبعا لازم احافظ على ابناء مهنتي على قد ما اقدر، على قد ما اقدر. صحيح. الحمد لله انا قايم بدوري يعني اتعشى من يكون ربنا راضي عني في حالات المرضى، في حالات الناس التعبانين، في حالات المحتاجين من النقابه، في حاجات في الحالات الاداريه، في الامور اللي كان فيها شبه رشاوي وفساد الحمد لله قضي عليها تماما. وعايز اقول لحضرتك خبر، ده لاخويا وصديقي اللي حبيبي. زي ما بيحبني لك عليا ان انا اقول لك انا دخلت نقابه كانت بتتفاخر بانها حققت في سبع او ست سنوات مش عارف 32 مليون جنيه ولا 34 مليون جنيه مصطفى كامل وهو بيهد النقابه، هدت النقابه كلها لانها كانت لا تليق بينا. وفي وسط صناعيه مصطفى كامل مدخل في شهر و20 يوم 15 مليون جنيه. الله اكبر. عشان الموضوع ادير بشكل احترافي وبشكل شرف وبشكل اداره مؤسسه على اكمل وجه. عشان كده كل اللي بيجي يقول لي انا عيان، ودايما كل جلسات مجلس الاداره مع زملائي اقول لهم من فضلكم اوعوا تلاقوا ست بتقول لك المعاش ويتاخر عليها، اوعوا تلاقوا زميل مريض بيقول لك انا مريض وتقول له اصل الحد الاقصى والادنى، اوعوا تلاقي اي حد محتاجك وتوقفه طالما موارده وموارد نقابته جايه له. عالجوا الناس. انا صح. ممكن اسال قدام القانون عن تجاوز مادي في مريض
ولكني ما اخاف اسال اخاف من السؤال امام الله طبعا ادفع عشان خاطر 1000 جنيه ولا 2000 جنيه زياده. ربنا يستر عليك يا رب، ربنا يستر عليك يا رب.